أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في يوم جديد ومساء جديد في برنامج نرنم لك. نرجع وياكم على الهواء حتى نرنم ونعظم اسم الرب يسوع المسيح معاكم في كل يوم أربعاء الساعة 7:30 مساء بتوقيت نيويورك، الساعة 11:30 صباحا بتوقيت استراليا، 1:30 نيوزيلندا، و3:30 صباحا بتوقيت العراق. ويانا هنا اخواننا، انا ابدي ويا الاخت ناديه. سلام المسيح اخت ناديه. سلام المسيح معك ايضا اخوي وسام. الرب يباركك. ثانك يو، ويباركك ويستخدمك في هذه الليله. امين، نعمه الرب يسوع. امين. وغيايا ايضا اخويا خالد. حبيبي وسام، ربي يباركك ويبارك هذا البرنامج حبيبي، ويوصل لكل المشاهدين حتى يتمجد اسم الرب. امين. ليس فقط نوصل كلمه الرب، ولكن نقول نرنم لك يا رب، لانه مستحق ان نرنم لك. امين امين. والرب ايضا يستخدمك في هذا اليوم، تكون سبب بركه لكثيرين. حبيبي حبيبي. وياي ايضا ريان. شلونك ريان؟ حبيبي شلونك انت؟ حبيبي نشكر الرب تمام. أمين. الرب ايضا يستخدم عزفك واصابعك حتى دائما تكون ويانا متواجد. واليوم فقدنا سيف، فاللي يعثر عليه بليز اتصلوا بينا على خطوطنا الظاهرة على الشاشة. لا بالفعل هو بسبب العمل والتعب فما قدر اليوم يكون ويانا، لكن بالأسبوع القادم راح يكون موجود معنا. مشاهدينا برنامجنا راح يعني بدينا الآن، لكن عندنا موضوع للحلقة أو عندنا سؤال للحلقة، لكن قبل هذا كله خلينا خالد ترفعنا بكلمة صلاة. آمين. والمشاهدين بكلمة صلاة أيضا. آمين يا رب. يا ربي نشكرك ونحمدك يا سيدنا الرب، ونمجدك ونعظمك يا رب في وسط شعبك يا سيدنا الرب. يا ربي جايين نرنم لك يا رب، جايين نسبح لك، نجايين حتى نرفع اسمك ونعليك يا سيدنا الرب. يا من دعيت اسمك علينا وعطيتنا يا رب هالاسم الحسن يا رب، أنه نأتي ونعبدك، أن نأتي ونعظمك يا سيدنا الرب. يا رب بارك هذا البرنامج، وبارك يا رب أخوي وسام، أخوي ريان، أختي نادية، أنا، وبارك يا رب المخرجين، يا رب بارك العاملين خلف الكواليس، بارك هذه الأرامية يا رب، هذه الفضائية التي تصل يا رب بكلمة البشارة، بكلمة المسيح إلى كل البيوت، وبارك البيوت يا رب، وبارك كل مشاهد يشاهدنا على هذه الفضائية يا رب، حتى يا سيدنا الرب أنه الجميع يا رب يفرحوا بوجودك في حياتنا ويحسون ببصماتك في حياتنا. يا رب باركنا يا سيدنا الرب، ومنتظرين منك بركة يا رب، ولكن افتح عيوننا بعيون الإيمان، وافتح أذاننا بأذان الإيمان حتى نسمعك وحتى نراك يا رب، حتى تفرح قلوبنا. نعطيك المجد ونعطيك الكرامة إلى الأبد، اسمك مبارك. آمين. آمين آمين آمين. طبعا خطوطنا مفتوحة أيضا للمشاهدين اللي على قلبهم أي طلبة صلاة. أكو أرقام الفايبر، أكو أرقام أمريكا، أكو أرقام استراليا، تقدرون تتصلون بنا ونحن متواجدين هنا نصلي من أجلكم، من أجل طلبات صلواتكم. أخت نادية شايف بيدك كتاب وشايف بيدك ورقة. سؤال وهدية. طبعا سؤال وهدية حلو. أول مرة موضوعنا لهذا اليوم هو صادقة هي الكلمة، وجاءت في سفر أقولها لو أنقولها. جتي في تيموثاوس الأولى من رسالة الرسول بولس والإصحاح الأول والعدد 15 تقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. أعطيناكم هاي الآية. سؤالنا لهذا اليوم رح يكون أعطينا آيتين تبدأ في مستحقة كل القبول، وأريدها من موقعين، يعني ما تجيب ليها من نفس الرسالة، أريدها من رسالتين يعني. صادقة هي الكلمة. وهديتنا لهذا اليوم ذاك الأسبوع كان شرح سفر أشعياء، لكن لهذا اليوم شرح نشيد الأنشاد لسليمان ابن داود. صدقني كتاب قيم جدا اللي راح يكون معنا في هذا اليوم وينطي الجواب الصحيح. راح نسوي القرعة وراح نعطي الهدية. هذا بالذات هذا نشيد الأنشاد كل الصعب طبعا يس، الشرح وكثير يريدون يشوفون الشرح مالته صحيح، ويشوفون. فهذا الكتاب ليمكم اللي يحب يقتنيه، خلي يشترك اليوم، خلي يجاوب على
سؤالنا ونشكر إحسان اللي راسلنا على الفيسبوك. ربي يبارك الخدمة. ثانك يو عزيزي إحسان على الرسالة. لكن قبل هذا وقبل ما نفوت بموضوعنا، أنا أتمنى مثل الأسبوع الماضي اتصالات إنه التليفون ما يتوقف في هذا اليوم، وإنما نستمر بالاتصال والإجابة حتى يكون عندنا أكثر عدد والرابح ويانا يأخذ هذا الكتاب، مثل ما ربحت ويانا الأسبوع الماضي أم فرانك بكتاب عن سفر أشعياء. نعم. وسيدي ترانيم من أخويا ريان أيضا اليوم عندنا كتاب أيضا كامل عن نشيد الأنشاد، يشرح لك سفر نشيد الأنشاد. فخلونا أول شيء نرنم ونفوت بجو الترنيم والعبادة والصلاة، ونقول نقترب من عرشك، نسكب قلوبنا، نتضع أمامك. تعالوا في هذا الوقت نسكب قلوبنا ونصلي ونقول يا رب واضعين كل حياتنا، كل هذه الصلوات أمامك يا رب في هذا اليوم وأنت قادم. خلونا نرنمها. نسكب قلوبنا، نتضع أمامك، نطلب حضورك، نقترب من عرشك، نسكب قلوبنا، نتضع أمامك، نطلب حضورك. أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك، ألا تعود أنت فتحينا. أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. هلم يا روح الله تعال كرياح عاصفة، هلم يا روح الله تعال كرياح عاصفة. هل تحيا هذه العظام؟ أحييها بروحك. هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. هل تحيا هذه العظام؟ أحييها بروحك. هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. شهواته تزول، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور. العالم سيمضي وشهواته تزول، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور. اسبي قلوبنا املأنا بحبك، حبا للخطاة، حبا لبعضنا. اسبي قلوبنا املأنا بحبك، حبا للخطاة، حبا لبعضنا. نرفض حب العالم لن نحيا لذاتنا، نرفض حب العالم لن نحيا لذاتنا. هل تحيا هذه العظام؟
أحييها بروحك. هيا نهض شعبك وابدأ فيا أنا. هل تحيي هذه العظام؟ أحييها بروحك. هيا نهض شعبك وابدأ فيا أنا. شعبك وابدأ فيه أنا. آمين. يا رب ابدأ فيه آمين. اليوم. آمين. ابدأ فيه يا رب في هذا اليوم. خليني آمين. أنا أكون الأول اليوم. آمين. أنا اللي تبدي بيه. آمين. نعمة الرب. يس يس. يعني حتى بولس الرسول بهذه الآية اللي قرأتها نادية إنه قال اللي خلص أول الخطاة أولهم أنا. لأنه أولهم أنا. يس. بالفعل. وهذه مهمة كلش قوية إنه إحنا يراد لها تواضع. يراد لها إكرام ذات. يراد لها أنه ننزل أقدام السيد ونقول أبدأ بي أنا. بس هاي الترنيمة أخ وسام صدقني هذه وعظة. هذه وعظة أنه كيف الله ربنا يسوع المسيح ينهض شعبه في هذه الأيام الأخيرة. احنا محتاجين أن ننهض. صدقوني محتاجين أن ننهض. كفانا قعود كفانا نوم. خلونا ننهض. خلونا العالم برا ترى قاعد ينتظر. العالم برا كله رايح إلى أبدية ما نعرف شنو نوعها. أبدية مظلمة وإحنا قاعدين ملتهين إذا بأنفسنا أو ملتهين بالعالم. خلونا ننهض. خلي هذا البرنامج نرنم لك اليوم ينطينا من روح الرب. نهضة جديدة حتى نقوم وننهض ونخدم السيد. آمين. يا ريت لو تعيدين السؤال أخت نادية. أكيد. سؤالنا لهذا اليوم هو جاءت الآية الصادقة هي الكلمة في أكثر من رسالة. أنا أريد تعطيني آيتين من سفرين مختلفين. آيتين صادقة تبدأ في صادقة هي الكلمة. روح ابحث في الكتاب المقدس وتعال اشترك معنا في هذا اليوم. وهديتنا لهذا اليوم هو سفر نشيد الإنشاد شرحة. ومثل ما قال أخويا وسام الكل تتمنى أن تعرف شرح هذا السفر اللي تغزل به الرب يسوع المسيح اللي هي عروسته كنيسته. كان دا يتغزل به كنيسته. فاللي يحب أن يقتني هذا الكتاب تعال اشترك معانا وفوز في هذا اليوم حتى تكون من الرابحين ونبعث لك الكتاب لك. آمين. خطوطنا مفتوحة 248-416-1300 أمريكا وأستراليا 02-809-09-355 وأيضا على الفايبر تقدرون تتصلون بينا أو على الفيسبوك اللي دي يشاهدونا يقدرون أيضا يبعثون رسالة خاصة وأحنا نجاوبكم. صادقة هي الكلمة. yes. ما معنى صادقة؟ آمين. هي الكلمة. آمين. موضوع حلو إنه صادقة هي الكلمة. أخت نادي أخ وسام ريان هذا الكتاب المقدس اللي بين أيدينا هو كلمة الله. كلمة الله اللي كتبوها الأنبياء والرسل والموجودة الآن بين أيدينا. هذه هي كلمة الله الصادقة. yes. هذه هي كلمة الله. كلمة صادقة، كلمة حقيقية، كلمة لا غش فيها أخت نادية. كلمة جدتي حتى في مزمور 19 يتكلم يقول ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. صادقة خالصة كلمة صريحة. الله ليس بإنسان حتى يكذب. الله من انطاننا الكلمة انطالنا ياها صادقة. ليش صادقة؟ حتى يظهر نفسه إنه حتى يقول لنا أنا هو الله أنا اللي أحبك. من سفر التكوين إلى سفر الرؤية كلمة الله الصادقة.
من قالها إلى حواء عندما يتكلم لحواء قال هو يسحق رأسك عندما أشار إلى الحية. والرب يسوع المسيح جاء وكانت الكلمة الصادقة عندما سحق إبليس على الصليب. جت في لوقا آية كلش رائعة يقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمسحوقين، للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. إجا الرب يسوع كلمة صادقة، جاء تجسد الله، ظهر في الجسد، تجسد الله في صورة الإنسان يسوع المسيح، وجاء إلى أرضنا هذه. شنو سوى؟ جاء يكرز. وسام جاء يكرز، جاء جاب معه بشارة مفرحة، فتح العميان، أشفى المرضى، وجاء وليومنا هذا. الكلمة صادقة، لأن ربنا يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد صادق وأمين. الرب يسوع جاي، وجاي إلي، وجاي إليك، وجاي للعالم أجمع. ما عنده تفرقة، ما عنده فرق بلون الإنسان، ولا عنده فرق بطولة أو بعرضة، ولا عنده فرق من وين جاي، من كل قبيلة، من كل لسان. صادقة هي الكلمة إن يسوع المسيح هذا رب الكل جاء ليخلص العالم وينطينا حياة أبدية. آمين. نكمل بعدين. آمين. خلونا ناخذ اتصال. الآرامية تفضلوا. انقطع الاتصال. يس، خطوطنا مفتوحة 248-416-1300، واستراليا 02809-09355. دائما ننصح المشاهد انه من تتصل نصلنا صوت التلفزيون. لان هذا راح يسوي فيه ديلي ويخلي انه وقت البرنامج يروح فقط بالهلو هلو منو معانا، واحد ما يسمع الثاني. فانا انصح كل مشاهد من تتصل وطي صوت التلفزيون، راح تسمع عن طريق التليفون، فما يحتاج نخلي صوت التلفزيون عالي. خلونا نرنم ترنيمة أختنا. آمين. لو عندك شيء تحبين تضيفي. لا بس حبيت أسأل، يعني قال عن التجسد، هي ما هي غاية؟ بكلمات بسيطة على مود المشاهد العزيز يعرف ليش تجسد الرب يسوع المسيح. يعني يمكن حكيناها ببرنامج سابق أنه الرب يسوع المسيح جاي لأنه كان غاية الله أن يخلص الإنسان، متم خلاص الإنسان إلا عن طريق تجسد الرب يسوع المسيح، إلا عن طريق أنه يأتي الله نفسه ويتجسد. ما أقدر أنا أخلصك، أنا روحي ونفسي وجسدي هذا مو ملكي، هو ملك الخالق. تمام. أنا ما أقدر أخلصك. ثانيا أنا خاطي مثلي مثلك، أنا إنسان وأخطأ، ولكن إجا رب الكل الله نفسه، ظهر في صورة إنسان في وتجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ظهر في شخص ربنا يسوع المسيح حتى ينطينا خلاص من خلال، لأنه هو وحده اللي بدون خطية، هو اللي وحده يستطيع أن يسحق إبليس في الصليب، هو وحده القادر أن يعطي نفسه، لأن هو يملك نفسه ينطي نفسه إنه هو وحده. هذه هي وحدة من أعظم غاية التجسد، إن الله يحب الإنسان، الله يريد ينطي للإنسان خلاص حتى هذا الإنسان يرجع إلى مركزه. أخو سام، يرجع إلى مركزه الطبيعي. عندما سقط آدم في جنة في جنة عدن، عندما آدم سقط، سقطت معه كل البشرية، ولكن بوجود رب يسوع المسيح ومجيء إلى أرضنا هذه انطانا حياة، رجعنا مركزنا، رجعنا مقامنا، رجع علاقتنا بالله الخالق المحب. خلونا نرنم ترنيمة أو تعيدين السؤال أخت نادية اللي دخلوا الآن. جاءت الآية الصادقة هي الكلمة. طبعا موضوعنا لهذا اليوم صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. هذه جاءت في تيموثاوس الأولى والإصحاح الأول والعدد 15. إحنا نريد منكم آيتين، هي جت بأكثر من رسالة. أنا أريد منكم آيتين من سفرين مختلفة حتى تطونا
بداية الرسالة، عفوا بداية الآية تقول صادقة هي الكلمة. yes. وهديتنا لهذا اليوم هو نشيد الأنشاد وشرحه، واللي رح يقتنيه رح يستفاد من عنده كلش كثير. yes. فخطوطنا مفتوحة، واللي يحب يشترك الآن يلا خل نسمع أصواتكم ونشوف منو رح يربح في هذا اليوم. كأنه السؤال صعب مسوي. كل السهل، كل السهل، روح دور وراح تشوف صادقة هي الكلمة. لا يعني ما أريد أقدر أغششهم يعني أنا. لا لا لا, لا نقدر نغشش. هي أنطت نص الحل ترى نادية. I know هي أنطت نص الحل. هي يعني هو بسؤال نادية أكو نص الحل. yeah. صادقة هي الكلمة موجودة قالت بالرسائل. هذا بعد سهل يعني. المفروض احنا اللي قاعدين انا امام التي في سهل عليهم، شيء التلفزيون فلان مكان اوكي ثانك يو جسمك وخلاص. سو اللي على قلبه ايضا ترنيمه اتصلوا بينا ونحن نقدر نسوي الترانيم اذا قدرنا نسويها. وايضا اللي على قلبه طلبت صلاه ايضا نصلي من اجلكم. سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، انا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي، تقودني تمشي برفقتي، بروحك تقتاد خطوتي. تعال نرنم هذه الترنيمة، وإذا بعدك ما مسلم قلبك سلمه في هذا اليوم. وإذا ما مخصص حبك، أنا حب الحبيبة حلو لكن حب الله ماكو أروع منه. فتعال وصلي ويانا هذه الكلمات. قدمت ذاتي
يا ربي مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني ومثل فرط رأفتك امحو الخطأ عني امحو الخطأ عني ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني اغسل كثيرا سيدي نفسي من الذنب وهكذا خذ بيدي مطهرا قلبي إني بإثمي عارف معترف جرى وهو أمامي واقف أنظره الدهر امحو الخطأ عني ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني أخطأت يا ربي إليك بالقول والفعل والشر ما بين يديك صنعت فاصفح لي قلبا نقيا طاهرا اخلقه يا وروح عدل ظاهرا جدده في أحشاي امحو الخطأ عني ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني أخطأت يا ربي إليك كلتنا أخطأنا نعم. وكلتنا ولازلنا يوميا نخطأ بالفعل بالفعل لكن الرب هو اللي راح ينطينا هذه القلب النقي والطاهر هو اللي راح يرحمنا أمين. خلونا نأخذ اتصال الآرامية تفضلوا منو معانا سلام الرب معاكم هلا أخت نادية ومعاك نادية هلا بيك أنا طبعاً مرتين ثلاثة فوتت الحلقات لأن كنت أجي شوية متأخرة من الشغل بس اليوم طلعت شوية أبكر فوصلت تقريباً ويا ما تردون تعيدون السؤال أوكي يعني حتى أقدر أجاوب حلو فالآية في تيموثاوس الأولى 3:1 صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملاً صالحاً الآية الثانية تيموثاوس 2:2-11 صادقة هي الكلمة إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه اعتقد انه انا جاوبت صح ولو انتم ما راح تدخلوني بالحلقه ناديه امين بس انا كنت ورايا درس ورايا امين يا مشاركه فخريه وهاي هي ثانك يو اخت ناديه دائما تكونون في للامام في كل البرامج وحلوه انه انكم تسوون هاي المسابقات حتى ما تخلون المشاهد يبحث بالكتاب والحلقه اللي فاتت سفر أشعياء حلو هذا الكتاب أنا عندي مثله وسفر نشيد الإنشاد أيضا وربي يبارككم ودائما تكونون موجودين دائما وتخدمون الرب في كل عمل صالح شكرا شكرا ثانك يو جاتينا رسالة من مخلص على الفيسبوك يقول اولا الرساله الى تيموثاوس الاولى اصحاح الاول عدد 15 صادقه يا كلمه مستحقه كل قبول المسيح يسوع العالم ليخلص خطاه
الذين أولهم أنا. ثانيا رسالة إلى تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني عدد 11 صادقة الكلمة إنه إن كان إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. شكرا أخويا مخلص على الرسالة اللي بعثتها على الفيسبوك. خلونا ناخذ اتصال آخر. الآرامية تفضلوا. ألو مرحبا. هلو أخ شماس عيسى. نعم عيسى من استراليا. نعم هلو عزيزي شلونك؟ هلا شلونكم أنتو؟ هلو بيك عزيزي. مرحبا. الله يبارككم وإن شاء الله دائما تكونوا بالموفقية والنجاح في خدمة الإنسان في كل مكان. ثانك يا عزيزي. ثانك يا أخوي عيسى. صلواتكم. أقول لك وسام كل ما أشوفك وتطلع برنامج يعني بدل ما يكون عندي حزن يروح الحزن وأفرح كما أنتوا تفرحون العالم. آمين دائما. عزيزي نور عزيزي الرب. نور الرب عزيزي الرب ينطيك فرح دائم. آمين. جاوب على السؤال أخ عيسى. أخ عيسى معانا بعدك لو رحت. إيه نعم وأقول بالنسبة ل الكلمة صادقة. أي. أقول تيموثاوس الأولى أعتقد. أي. دورت منها ومنها وسألت. إيه وياكم. ده نسمعك أخ عيسى. إيه يعني الجواب للمسابقة. إيه. تيموثاوس الأولى وين؟ تيموثاوس الأولى. يا ريت لو يبتعد عن وين بتيموثاوس الاولى اخوني عيسى. لا تحرجني وسام. ها ايه خلاص تيموثاوس انت ما تسمعني يمكن ما تسمع. خلاص وصل الجوابك عيسى. وصل اوكي وبارك الله بكم وبارك فيك عزيزي. بارك عليك. ثانك يو اخوي عيسى. ثانك على اتصالك all the way من استراليا صار عندنا ونيوزيلندا واعتقد مخلص ايضا على ما اظن من استراليا اللي بعث لنا الرساله. فاليوم اهالي استراليا صاحين وقاعدين ويانا. امين نشكر الرب من اجلكم وثانك يو. ويا ريت الاخت اللي اتصلت في بدايه الحلقه اذا تحبي تجاوب على السؤال تقدر تتصل بالكنترول روم. اذا صعوبه في انه ده نسمعها وتسمعنا تتصلين بالكنترول روم وهم ياخذون الجواب ويعطونا اياه. اخت نادي يا ريت لو تعيدين السؤال على المشاهدين. سؤالنا لهذا اليوم هو صادقة هي الكلمة. جتي في اكثر من مكان في الكتاب المقدس. احنا نريد منكم ايتين مع الشواهد ايضا تعطونا تبدا صادقة هي الكلمة. فتعال واربح معانا شرح نشيد الانشاد لسليمان ابن داود. فيا ريت انه يعني نقول الجواب. لا ده الشاقة لانه بدنا نسمع اتصالات فاكيد اكو كثيرين نشجع لذلك نقول ابحث في الكتاب المقدس. وانا اشكر الاخ عيسى اللي اتصل وكان دا يحاول. يا ريت ترجع اخ عيسى وتبحث اكثر قبل ما ننهي البرنامج. لازم نسوي السحبة واسمك موجود بيها فيا ريت. يلا يا ريت يتصل بينا. أيضا نريد نسمع من الشرق الأوسط مثل الأسبوع الماضي والقبل كنا دا نسمع من الشرق الأوسط صحيح. يا ريت أحبانا بالشرق الأوسط أيضا يتصلون بينا ويشجعونا. سو خطوطنا مفتوحة. أرقام الفايبر موجودة وأرقام استراليا وأمريكا أيضا موجودة. أوكي نرجع قلنا صادقة شنو معنى صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. شو تعني مستحقة آمين. كل قبول؟ آمين. يعني الكلمة اللي بين إيدينا اللي جتينا عن اللي تتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح هي صادقة. نعم. صادقة ما بيها غش. نعم. أبد يعني كلمة جتي الرب أرسل لنا إياها مستحقة كل قبول يعني لها ثمن. هذه الكلمة ثمينة. هذه الكلمة كافية ووافية أن توصل لنا رسالة. والرسالة هي من أخت نادية هو شخص واحد ربنا هو ربنا يسوع المسيح. مستحقة
يعني إلها ثمن، إلها قيمة عالية جدا. في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا الملائكة، الملائكة تقول بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح، مستحق وبصوت عظيم، لأنه هو الوحيد اللي انذبح واشترانا. لذلك كلمة الله صادقة، كلمة الله ما مخشوشة، كلمة الله جت وتقدمت إلى الإنسان الخاطئ، وهذه الكلمة بذاتها مستحقة. يعني كثير من 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 المرات إحنا تجي يوقع بيدنا كتاب نقرأ ما نفتهمه، أو نمر عليه نقلب يمين ويسار ونقول قريناه بس إحنا ما شفنا محتوياته. ولكن الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا يتكلم عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح، وهذه الكلمة التي تتكلم عن هذا الشخص مستحقة. تعرفون ليش أخوتي مستحقة؟ لأن الله قدم لنا الخلاص، الله قدم لنا خلاص بفضل النعمة العظيمة، بفضل هذه النعمة. يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، إحنا كل شيء ما إلنا، ترى العمل قد أكمل، العمل صح. قد تم على الصليب. الرب يسوع المسيح قال قد أكمل. أنا كل اللي علي تعرف شنو أسوي؟ أفتح قلبي أقول له يا رب ادخل، تعال تفضل. لذلك الكلمة إلها ثمنها، غالية جدا هذه الكلمة، وعلى الإنسان أن يأخذ هذه الكلمة الغالية، هذه الكلمة الثمينة، حتى يأخذ خلاص الرب يسوع المسيح. وشوفوا مثل ما قال الأخ عيسى وسام، يقول أنا أشوفكم أفرح، صدقوني هو نور الرب، آمين. صدقوني تمام. هو فرح الرب تمام. إحنا ترى إنسان، ناس مثلكم، إيليا الكتاب المقدس يتكلم عن إيليا يقول إنسان مثلنا كان تحت الآلام مثلنا، ولكن صلى صلى صلاة وقف السماء 3 سنوات ونص ماكو مطر، وإحنا مثلكم كلتنا إحنا تحت الآلام. هذا الإنسان تحت الآلام، ولكن خلونا نكون أقوياء بالرب، نسأل قدمي الرب. آمين. كما كان موسى يتكلم مع الرب، عندما نزل موسى من الجبل ناس شافوا وجهه يلمع، لأنه مجد الرب التصق في وجهه، مجد الرب انعكس على وجهه. وهذا إحنا هنا أخوتنا ذريان وسام نادية أنا، أوجوهنا دا تلمع، ترى مو الكاميرات ولا الأضوية الموجودة على رأسنا ولا الميك اب هو مجد الرب، هو مجد الرب لله. آمين. 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 آمين آمين. Thank you لإلياس خير اللي بعث لنا مسج أيضا حبيبي، ويمسهم وإحنا اشتقنا لك صدق كثير، صدق مشتاقين له، وإن شاء الله نشوفك عن قريب حبيبي إلياس. Thank you عزيزي. خطوطنا مفتوحة، أوكي عندنا اتصال ما أخذ خلينا ناخذ اتصال عرامية، تفضلوا. ألو. نعم منو معايا؟ الفائز. هلا بأخوي الفائز. شكرا أحب أشارك. تفضل. الآية الأولى في تيموثاوس الأولى 1:15 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. كل قبول. بس أنص الصوت. نص الصوت. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. آمين. أما الآية التي بعدها فوردت أيضا في تيموثاوس الأولى 3:1 صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. والآية الثالثة في تيموثاوس آيتين على مود البقية هم يبحثون. فائز أخ فائز، أكو آية جت في تيموثاوس الثانية؟ إيه نعم. يلا قرأنا. تيموثاوس الثانية 2:11 صادقة هي الكلمة أنه إن كان قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. وهناك آية ثالثة أيضا في تيموثاوس رابعة 3:8 وهناك آية خامسة في تيموثاوس الأولى. أوكي أخ فائز لأن نريد الناس تبحث ويانا. أنا أشكرك على إجابتك وراح نشوف إلى نهاية الحلقة إذا كان صح جواب الأخ فائز. طبعا الأخ فائز اليوم كان هنا
صحيح. وكان قال والهدية أنا متبرع بها حتى لو أفوز، فحطي اسمي مكان اسم أخ فائز. واسمي لعب. نقسمه. خطوطنا مفتوحة، الفايبر موجود للي يحب يشارك ويانا. خلونا نرنم ترنيمة. آمين. ترنيمة تقول الله بيدعمني ويسندني الله. وفي وقت الأزمة بينجدني. نعم. فبالفعل يعني في وقت الأزمات وفي وقت الصعوبات حتى لو ده نتخبط يمنا ويسرى، الله هو اللي يدعمنا، الله هو اللي ده يسندنا. آمين. احنا مدى نعرف شلون، لكن هو يعرف. نعم. هو يعرف، هو مرتب لنا الخطة لحياتنا. آمين يا رب. فأصلي انه انت ايضا مخلي عيونك عرب انه هو اللي يسندك وهو اللي يدعمك. تعال ونرنم الترنيمة هذه وابحث بالكتاب المقدس وانطينا جوابك في هذه الليلة. بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني، الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني. وإن كان واردته في السكة ألاقي نديني ويرشدني، مش حاجة تطمن طبعا جاي متأمن طبعا طبعا متأمن، مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن، والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوام، كيف أتوكل على إنسان، إزاي أحزن لو فرجوني الأعوان. وإذا كنتم شايفين وحدي أنا مش وحدي، اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة وقليلة، تعدم من يد وسيلة، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعدم من يد وسيلة، شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة، مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن، والجاي متأمن طبعا والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان. وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان، مثل ما قال النبي يشوع، أني وكل أهل بيتي نعبد ولا
خلص انت واهلك ينور بيتك فرحة اولادك يبارك لك عمرك كامل بالرب يسوع تخلص انت واهلك ينور بيتك فرحة اولادك يبارك لك عمرك افتح تخلص انت واهلك ينور بيتك فرحة اولادك يبارك لك عمرك امن بالرب يسوع تخلص انت واهلك ينور بيتك فرحة اولادك يبارك لك عمرك آمين. بالفعل بالفعل أنا وكل أهل بيتي نعبد الرب واجمع أحبابك وأصحابك وعبد الرب عبد الرب يعني إحنا نعيش أيام صعبة وأيام أخيرة فما عدنا أنه غير نصلي ونصوم ونعبد الرب وافتح بيتك ووسع قلبك ووسع قلبك آمين. آمين. آمين آمين خلينا ناخذ اتصال معانا أمنا أم فرانك هلو أم فرانك اهلا بابي اهلا سلام المسيح عليكم سلام عليك المسيح عليك, عليك يا رب يا ام فرانك هاي الايه صادقه هي الكلمه ومستحقه كل القبول ان المسيح جاء ليخلص الخطاة الذين ولهم انا هذه من مجموعه لايات لاني حافظتها يعني كل ليله لازم ارددها بس ما ملاحظه صديقاتها حتى أقول لكم لا بس عند المرنم أشتكي على المدير أسئلته صعبة اللي يخلي الأسئلة أخ خالد خلاص راح نشتكي لك حبيبي يعني أكثر يعني فالفكرة كنا ناخذها كركوب نعم. يعني من يصير اجتماع النساء ينطونا السفر مثل متى مرقس أو واحدة من الرسائل الأولى والثانية يعني يقولون درسوها وأسئلة تيجي من ضمن هذا السفر حلو الباقي يا صوتك خالص الله يبارككم ينطي تعبكم ربي يبارك يا فرانك ربي يخليك انت ربي يستخدمك ويبارك ويبارك عائلتك فردا فردا يا رب يكون بيتك نور على منارة حتى يتمجد اسم الرب يسوع المسيح ومبروك على الفوز ذاك اليوم ام فرانك ربي يبارك تصورتك وكان لعب يس ام فرانك دائما تنورينا باتصالك وثانك يو اخت بشرى سلام ربنا وما خلصنا يكون مع الجميع ثانك يو سلام الرب يسوع المسيح يكون وياك يا اختي بشرى ثانك يو على الرساله ثانك يو على كل اللي دراسلونا ويبعثونا رسائل واللي على الفيسبوك بالفعل واللي دايتصلون واللي دايريدون يتصلون باقي لنا نص ساعه او 35 دقيقه لان بدينا 5 دقائق متاخرين ف 35 دقيقه باقي على نهايه الحلقه حلو فنحن نريد اتصالات تجاوب الاسئله نعم. فيعني كم واحد راح يجاوب السؤال خلينا نشوف يعني حتى لو تقولوا لنا وين
راح اسهلها بعد. يعني قد حلو قالتها ام فرانك مضبوطه بس ما قالت ان وين الشاهد. بالضبط. بس الرب يباركها. يس يس حلو. يس انه yes. حافظه ايه. بس هو المشكله مو بينا اخذنا المشكله باللي جاب لنا السؤال. الامتحانات صعبه. امتحان وزاري بكالوريا. لا عاد لازم النكست تايم على الحلقه الجايه نعطيهم السؤال قبل فتره حتى يحضرون. ونسهل نسهل نسهل بس خالد نرجع على الحلو الترنيمه قالت امن بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك. اوكي كيف يخلص الانسان؟ لكن انا دا اسمع انه هناك اتصالات. اي عندنا اتصال. خلي ناخذ الاتصال وارجع على السؤال. خلينا ناخذ مرنمنا الحلو الياس. هلا اخويا الياس. هلو. ها حبيبي. الياس مساء الخير. باركك. زمان الامر ما بان. شلونك اخي الياس؟ كيف حالك اخت ناديه؟ كيف حالك اخ وسام اخ ريان؟ حبيبي. ابيك العزيز. حبيبي الياس ربي باركك. هلا الياس مشتاقين لك وحابين يعني تكون معنا. يلا شو امين اخ وسام صدق الايام جايه والرب أمين. طيب والرب بحضر و بس انت عارف يعني الظروف والمسافات والشغل وهيك. بس انا اول ما فتحت الفيسبوك قبل شوي بعد ما طلعت من الشغل شفت كوف وجهي قلت لازم اسلم عليهم. حبيبي انا بكون مسروق وما بعرف انتوا عن ايش بتحكوا بس حبيت اسلم عليكم. حبيبي كلك بركه اخي الياس كلك خير. يلا خليني اشوفك. خليني اشوفك اخي الياس. طول عمره حلو راح يضل حلو ومهما رحنا وجينا بضل حلو باصحابه. حبيبي 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 الياس بما ان اتصلت يعني خلينا يعني ناخذ نسمع ترنيمه بصوتك. ترنيمه وانا في السياره يا اخي. وين انت؟ انا قاعد في السياره. انا في السياره وماله. ايه بس طبعا ولا يهمك. على فكره بس بنحب ان نبارك على الفوز اللي بتحكي عنه الاخت ناديه. فكرت انا مباراه مصر وال اتفضل. يلا حبيبي الياس. بيطعم شعبه في بريه ويطلق اسره ومسبين اله دانيال ورب داود بنؤمن انه مازال موجود ينجى عبيده حسب وعده من سيف جوليات وجب الاسود ده الهنا الصالح وشكرا لي ما بنشكر مش هنوفي دي ما رحمه جيل ورا جيل وامانته ثابته وما بتزول اعماله تشهد له وتقول يا ربي لا ملكش مسيح يا ربي ملكش مسيح. امين يا الياس. ثانك يو. احنا ما له مثيل. ثانك يو عزيزي الياس ربنا يباركك. الله يبارككم كلكم ومبسوط اشوفكم واسمع صوتكم وخلينا اهم شيء نسمع صوت الاخ ريان لانه قاعد على جانب هيك مش سامعين صوته. هو اصابعه تتكلم اخي الياس. حبايبنا يلا الله يبارككم وشكرا كثير على وقتكم معنا هلا وبنتحدث ان شاء الله. حبيبي الرب معك الرب يسوع معك. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. يا بالفعل فرحنا باتصال الياس. انا اشكرك والرب يستخدمك وين ما تكون وان شاء الله نلتقي عن قريب. يس إلا وحشة كلش كبيرة أخ الياس. كان له مكانته في بالفعل كنا يعني ما بس ننتظر شو وقت يصير اليوم اللي راح نطلع ونرنم ونسبح. بالفعل صدقيني صحيح. وكانت أحلى السهرات وأحلى الأيام وما زالت والآن رجعت مع هذه اللمة الحلوة. آمين الرب يباركك. آمين. نرجع أنه قال صادقة هي الكلمة أخذنا شنو معناتها ومستحقة كل قبول أخذنا معناتها. يقول كيف قال الذين أولهم يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. كيف الرب يخلص واحد مثل شاول
اللي كان مضطهد المسيحية، اللي كان يجدف على المسيحيين، واللي كان يتمتع بقتلهم. فكيف الرب يخلص مثل هيك إنسان قاتل متوحش ومضطهد للمسيحية؟ أخت نادية، بنفس الإصحاح الآية اللي قبلها أو الآيتين اللي قبلها بولس الرسول يتكلم عن نفسه. يعني يتكلم يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. يعني كان يجدف وكان يضطهد المسيحية وكان يفتري وكان يأخذ المسيحيين يوديهم لدمشق، وكان جرائم لا إلها أول ولا لها تالي بحق المسيحيين والكنيسة الأولى. ولكن الرب يسوع المسيح افتقده. لذلك إحنا من نتكلم عن غنى لطف الله، من نتكلم عن غنى رحمة الله، من نتكلم إن إلهنا ليس له مثيل. هسا أخوي إلياس رنم إله دانيال إنه ليس له مثيل. هذا هو إلهنا الذي ليس له مثيل. الرب يخلص كل إنسان. لا تقول أنا خطيئتي كبيرة، أنا خطيئتي صغيرة. الله يقدم الخلاص المجاني بشخص ربنا يسوع المسيح وبصليبه لكل إنسان، لكل إنسان. بدون سفك دم ما تحصل مغفرة، ماكو مغفرة بدون سفك. والرب يسوع المسيح سفك دمه على الصليب لآخر قطرة من أجل كل واحد، من أجل كل واحد. وما مطلوب من عندنا أن نعمل شيء، يعني ما أروع إلهنا إنه ما مطلوب من عندنا أن نضيف على خلاص الرب أي شيء. الرب يسوع المسيح خلص مصلوب، واحد من المصلوبين الاثنين كان مصلوب متبسمرة إيديه ومتبسمرة رجليه، خلصان منتهي، لا يقدر ينزل عن الصليب حتى يروح يغير وضعه ويروح يسوي أعمال صالحة، يروح يتوب، يروح يعترف، يروح يسوي أي شيء. مصلوب معلق منتظر الموت، ولكن الرب يسوع المسيح قال اذكرني، قالوا اليوم تكون معي في الفردوس. هذا هو إلهنا أختنا أخي وسام، هذا هو إلهنا. نعم. إلهنا ينطي خلاص لأخطأ الناس ولأبسط الناس. الخطية خاطئة جدا، والشيء الوحيد الذي يفصل الإنسان الهالك الرايح إلى أبدية مظلمة في جهنم النار عن الله هي الخطية. الخطية. نعم. ولكن الرب يسوع حمل الخطية وعلقها على الصليب ومد إيده ونطانا غفران، نطانا غفران. والرسالة موجهة اليوم إلى كل مشاهد دا يشاهدنا على الفضاء الأرامية، لكل واحد دا يسمعنا على الفيسبوك، لكل واحد دا يسمعنا على الإنترنت. الرب يسوع الله. واقف على الباب يقرع إن سمع أحد صوته. إحنا نتوسل لكم إخواني. الناس كلها تقول احنا في اواخر الايام، احنا في ايام اخيره، الرب يسوع على الابواب. الرب يسوع ده يقرأ على باب قلبك، افتح وادخل، افتح وادخل. هذا زمننا بالضبط يذكرني اخت ناديه بنوح، بيذكرني بنوح وبيذكرني بسفينه نوح، عندما الله انطى خبر لنوح انه خلاص انتهت على البشريه، الله راح ينهي العالم. فشو نسوى؟ قال له ابني فلك، بنى فلك، النجوا بالفلك ثمانية، نوح ومرته وثلاث أولاده ونسوانهم، ثمان أشخاص فقط. وكان الفلك هو رمز للمسيح، الفلك هو رمز للمسيح. اللي دخل بالفلك نجا وخلص من الدينونة وخلص من الغضب، واللي بقى خارج الفلك جت عليه الدينونة. واليوم الرب يسوع المسيح يقول لك أنا فلك النجاة. آمين. ادخل للفلك، اخذ الرب يسوع مخلص حتى تنجي. وحتى مثل ما رنم أخوي وسام ترنيمة رائعة، نعبدك أنا وأهل بيتي. نفتح بيتنا، نفتح كل ما إنا، أولادنا، عائلتنا، خدمة الرب عظيمة، نخدم الرب. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. الرب يساعدنا أن ما تتكبل أيدينا، ولا الناس تكبل أيدينا، ولا الناس تكبل أفواهنا.
ولكن الرب كسر القيد وانطلقنا، الرب كسر قيد لساناتنا حتى نتكلم عن الرب يسوع، نفتح بيوتنا للصلاة، نفتح بيوتنا للخدمة، نفتح جيوبنا ننطي وندعم الفضائيات، الفضائية الأرامية، ندعم الخدمة حتى تتوصل رسالة المسيح إلى العالم. وفوق كل هذا نفتح قلوبنا، قال أخ وسام نفتح قلوبنا، هذا القلب نجيس من يعرفه، هذا القلب خلونا نفتحه حتى إن القلب يدخل الرب يدخله، هذا القلب حتى ينملي فرح، هذا القلب ينملي حب، ومو بس نقوله بلساناتنا نحب، ولكن نحب بالقول والفعل. آمين. خلي هالمحبة تظهر للناس، خلينا ننطيها للناس حتى يعرفونا إحنا أولاد الرب. كيف يعرفون إحنا أولاد الرب وسام؟ كيف يعرفون إحنا أولاد الرب؟ إن كان حب بعضنا لبعض. آمين آمين أخ خالد. Thank you. ربي يباركك. يا 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 خلينا ناخذ اتصال ونرجع على هذه الآرامية. تفضلوا. الو نعم، منو معنا؟ ام عمار. هلا بام عمار، مساء الخير حبيبي. زمان ما سمعنا صوتك يا ام عمار. انا اسمع البرامج بس عزيزي. اخت نادية، خالد عشان كلكم صحة. عزيزي ربي يبارك، ربي يبارك بالنعمة، الرب يحفظكم. ممكن اجاوب؟ اكيد تفضلي. طيطس الاولى، طيطس اصحاح 1 العدد 9. نعم اوكي دقيقه. ملازما رقم 9، ملازما للكلمه الصادقه التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا ان يعظ بالتعليم. نعم. طيطس اصحاح 3 والعدد 8. نعم. صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة. آمين. وموجود في مساوس الأولى. الرب يبارك. Thank you. Thank you. الرب يخليك أم عمار. أم عمار من أمريكا تمام؟ Yes. ميشيغان. يا أهلا وسهلا. هلا بك يا أم عمار. ميشيغان. Yes yes yes. أهلا ميشيغان، رفعوا سماعة التليفون واتصلوا بينا وجاوبوا على السؤال وشجعوا البرنامج وشجعونا. يا سعدنا اتصال. الآرامية تفضلوا. ألو. ألو نعم، منو معانا؟ معكم أنا رويدة من أستراليا. بس الصوت ما واضح. أنا رويدة من أستراليا. رويدة، هلا وأخت رويدة من أستراليا. أهلا. أنا اليوم أول مرة بحضر معكم هذا البرنامج. الله يخليك. اهلا وسهلا اخت رويدة. ما تابعت البرنامج من البداية، بس تابعته قبل شوية. نعم. بس مفهمت السؤال، صادقة هي الكلمة. نعم. انها برسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس. نعم. الإصحاح الثالث رقم 1 أول آية، صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. نعم. آمين. وفي الإصحاح الثاني من تيموثاوس الثانية تقول صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسيحيا أيضا، فسنحيا معه أيضا. نعم. فأكيد الرب يسوع يعني لما إجا كله نعمه كلماته كلها صادقة وكل وعوده صادقة. آمين. لما إجا أعطانا حياة، فهذا الشيء إنه كل الكتاب المقدس صادق وحياة وحياة جديدة. بالفعل. ما بعرف يعني شو أحلى كمان. بالفعل. فعلا رويدة. بالفعل. آمين. بالفعل. ربنا يبارك يو. Thank you. Thank you على الكلام اللي قلتيه، وthank you على الجواب. Thank you إنه أول مرة تتصلين بينا. أنا أشكرك. خلينا دائما نسمع صوتك يا اخت رويدة. احنا في كل يوم اربعاء يبدا البرنامج الساعه 11:30 الصبح بتوقيت استراليا. انا اعرف اهل استراليا الصبح ما يكونون كل واحد في العمل، وهاي كنا نصلي ونتمنى انه ترجع ايام استراليا ايضا، لكن بسبب العدد القليل من التكنيشنز، لكن نعمه الرب، الرب راح يفتح بالسنين اللي جايه طرق عديده وبرامج اكثر. نرنم ترنيمة. آمين. لو نعيد السؤال، لأن أكو ناس هسه دخلت مثل الأخت هسه دخلت على التلفزيون. سؤالنا لهذا اليوم، إحنا قلنا موضوعنا هو صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول
أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، واللي جاءت في تيموثاوس الأولى والعدد 15. سؤالنا لهذا اليوم هو أنطيني آيتين تبدأ في صادقة، هي الكلمة من سفرين أو آيتين من أي مكان، ما راح نحدد على مود لا شو اسمه، من أي مكان حتى لو من نفس السفر أو من نفس العدد أو يعني أي شيء، بس المهم تذكر وتعال اتصل حتى تكون من الرابحين. والجائزة لهذا اليوم هو شرح نشيد الأنشاد، فيا ريت إنه نسمع أصوات أكثر حتى نسوي السحبة. لحد الآن نشكر الرب جاوبوا 4 صحيح، 4 صحيح، يا هاي شنو، فنشوف أخونا عيسى لو يا ريت يتصل. هنا 4 احنا هاي 8. سو ان شاء الله اسمي يطلع اخت نادية ان شاء الله. يلي مت بدالي وشايل كل احمالي، في السماء بتشبع فيا، عمري ضاع واشتريته، قلبي تاه ولقيته وفتحت الي عينيا. تعال شاركنا بالترنيم ورنم ميانا وصفق وسبح اسم الرب في هذا الوقت، واتصل نريد نسمع اصواتكم قبل نهاية الحلقة، بقينا 20 دقيقة نريد نسمع بها صوتك. خلونا نرنم هذه الترنيمة. وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم
المسيح نجدونه تفو بأغنينا دخلين حربنا بالتسبيح نعلن قوة نمي فتينا وقوة تجنب الجريح نجدونه تفو بأغنينا دخلين حربنا بالتسبيح نعلن قوة نمي فتينا وقوة تجنب الجريح يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح نادوا نادوا غنوا في الشعوب انهضوا كل الأبطال جرب في وسطنا مهوب ليه العزة والجلال نادوا غنوا في الشعوب انهضوا كل الأبطال جرب في وسطنا مهوب ليه العزة والجلال يلي لين كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح يلي لين كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح آمين مليون آمين يس هي في دم المسيح نعلن عن نصرتنا ليه الله يخافت اخافت منطلق شويه امين صدقني انا وايتين رائعه هاي الترنيمه يس تنانين للرب يسوع امام الرب وكانه انا قاعده في السماء ودارنم واسبح مع احبائنا وملائكتنا وامام الرب يسوع ساجدين ونقول له مستحق انت وحدك ان تاخذ كل المجد والكرامه والسجود والعباده آمين. إجانا مسج من هديل الغريب. هديل أنا ما أعرف إذا لفظت الاسم صح. يطلب ترنيمة تطلب ترنيمة حررني يسوع. راح نرنم هذه الترنيمة قبل ما ننهي برنامجنا أختي هديل. خلونا نأخذ اتصال الآرامية تفضلوا. مرحبا. هلا وأخويا عيسى. أخت نادية يعني دتلح علي بس عفية عليك رح تدورت على متجي وتشارك معانا بلكت يا ربي تربح اليوم أقول أخت نادية نعم أنا عنوان مالي عندكم بالقناة فدزوها الهدية على العنوان مالي أوكي خلاص إن شاء الله تكون من الرافحين آمين بنعمة الرب عيسى تفضل شوف حلو عنده إيمان إنه رح يربح قلت لكم في مساوس الأولى أي. 1:15 زين بعد آية اللخة صح إيه. أوكي يعني هذا يعني لا بعد أكو آية اللخة هاي آية واحدة ندز لك نص الكتاب آية الثانية ندز لك كتاب كامل هذا وسام رد ياخذ نص الكتاب ترى خلاص خلاص اسمك دخل ويانا اخوي سام اخوي سام عنواني يومكم ها اي 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 خلاص 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 والهديه هم راح يدزوها لان مو انا لان هم عليهم استراليا وشرط اي استراليا ونيوزيلندا على اخت ناديه تدلل اخي بس خلي يطلع اسمك بس حطيه قدامي لسه اخت ناديه مرة أخرى بارك فيكم بارك فيك بارك فيك ثانك يو ثانك يو ضحكتنا وعطيتنا فرحة حلوة أخويا صحيح شكرا باركك إن شاء الله كل أيامك أفراح آمين يا رب الجميع الجميع ثانك يو أخويا عيسى على اتصالك يا ريت لو بالربع ساعة البقالنا خطوطنا مفتوحة اللي يحب نعيد السؤال نعيد السؤال عندنا صادقة هي الكلمة جتي في أكثر من مكان تعال جيب لنا بس آيتين حتى لو تعطينا بس الشواهد بدون ما تقول كل الآية بس قل لنا الشاهد مين صادقة هي الكلمة أريد آيتين فقط آمين. فاللي راح يربح ويانا عندنا شرح نشيد الأنشاد لسليمان ابن داود آمين آمين خلونا نسوي سمري على الموضوع نشوف آمين لأن باقينا قليل على الوقت يس الكلمة الرب مثل ما علمتنا أنه الكلمة هي صادقة والكلمة هي مستحقة أن نقبلها
لأنها فيها مجد أبدي، فيها خلاص أبدي، فيها أنه نسكن مع سيد الأسياد إلى أبد الآبدين، ونجلس عند قدميه ونتمتع بهذا الإله الطيب اللي مكتوب عنه حلقه حلاوة وكله مشتهيات. وهذا الإله الطيب يقدم لنا خلاص مجاني، لأنه هو اشترانا بدمه الغالي الثمين، وقدم نفسه واتضع وذهب إلى الصليب ومات من أجل كل واحد من عندنا. وتكلم بولس الرسول إنه أول الخطاة، وهذا إحنا عندما أنا أتضع تحت يد الله القوية أجي إلى الرب وأقبل خلاص الرب، إنه وأخذ غفران أبدي، إنه وأخذ تأكيد إنه خطاياي دفنت في أعماق البحار، وما أخاف إذا أنا خاطي كبير، وإذا أنا مسوي أي شيء كان كبير لو صغير. الرب خلص خاطي، معلق على الصليب مسمرة إيديه ورجليه. الله يريد القلب، كما جاءت في لوقا أخت نادية في واحدة من أحلى القصص، لوقا 18، عشار وفريسي. العشار كان واقف من بعيد يقرأ على قلبه، يقول له ارحمني أنا الخاطي ارحمني، والرب قال هذا اليوم نزل إلى بيته مبرر. ليش؟ لأنه ارتضع فأراه رفعوا منطانه غفران. لنكون مثل الفريسيين، نكون أعمالنا مثل الفريسيين بس الناس على مود تشوفنا، أو صلواتنا مثل الفريسيين أو صومنا مثل الفريسيين، ولكن خلونا مثل الرب يسوع المسيح الحمل المتواضع البسيط الذي كان يجول يصنع خير. هذا الإنسان اللي كان يلمس ويشفى، اللي كان هو يمد إيده عليه يشفى، اللي كان كله حب حب حب، جسمه كله حب، كله مرهم، أي واحد يطخ فيه يشفى. وهذا هو سيدنا، حتى نتعلم هذا الدرس أن نكون مثله، ما نكون أشواك ونقول إحنا مؤمنين نشوك الآخرين، ولكن خلونا نحب وخلونا نكون مرهم، وخلونا كلتنا بحقل واحد. مو أنا أجي أزرع حنطة ويجي أخوي يزرع لي زوان، ولكن الرب قال العدو جاء زرع زوان، لكن من نجي نخدم كلتنا، نسقي ونعمل في حقل الرب، حتى كلتنا من يجي الرب ويقول نعم أيها العبد الصالح والأمين، تعال ادخل إلى عرس سيدك، حتى نفرح قلب الرب في هذه الأيام. والرب يبارك ريان، ورب يبارك وسام ونادية والخدام والمخرجين والمصورين والناس والاتصلوا والكل والفضائية الأرامية، وكلمة الرب تتبارك وتوصل إلى العالم أجمع، حتى إن الكل صدقوني أنا دائما أقول الوسام، هاي الضحكة وهاي الفرحة اللي إحنا هاي كلها من الرب، من الرب. وهذه إحنا نصلي إن هذه الفرحة أيضا تدخل إلى بيوتكم، تدخل إلى الرجل والمرأة والولد والعائلة والكنيسة وللكل، حتى يتمجد اسم الرب في هذه الأيام. آمين. 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 جانا طلب ترنيم تنسى موطني وحررني يسوع. موطني لأنه كتبوا أنه دخولهم على الموصل وأزالوا من كنيسة مارفرام العلم لداعش. نشكر الرب. نشكر الرب. كنيسة مارفرام بسريان أرثوذكس. يس. فراح نرنم هذه الترنيمة، لكن قبلها حررني يسوع لأن طلبتها أخت هديل. فخلونا نرنم الترنيمة، وبعدين كل واحد من عندنا كلمتين ثلاثة للمشاهد يقول. والمشاهد أنت أيضا مفتوح الخطوط، إذا تحب تتصل عندك طلبة صلاة أو أي طلبة أخرى. خلونا نرنم حررني يسوع، وبعدين كلمتين من كل واحد وننهي بموطني. السعادة الأبدية حررني يسوع حرر.
حبوبي مات ومحى كل ذنوبي وفي جنبه أخفى عيوبي حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عوض قلبي حزين فرحني حملي الدين ريحني قلبي حزين وفرحني وبروحه قد مسحني حررني يسوع إبليس حررنا يسوع. خلونا ناخذ اتصال. الآرامية تفضلوا. هلو الآرامية. الاي بي ان. منو معانا الآرامية؟ يا الاتصال. 1 2 3 تيست. الآرامية تفضلوا. قناة الآرامية انت على الهواء عزيزي. يا سيدي بصلي من كل قلبي ربنا يوسع تخومكم وانا سعيد جدا اني سمعت الصوت الجميل. ربنا يبقى مين معانا؟ وبحب اشارك في المسابقة في تيتوس 1-3 تيتوس 1 نو 3-8 صادقة هي الكلمة وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. آمين. والمحل الثاني تيموثاوس الأولى عدد كمان إصحاح 1:15 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. نشكر الرب يسوع من أجل هذول الآيات المباركات. ربنا يباركك. من أجلكم أنتم في محطة الآرامية ولأول مرة أنا بشارك في المسابقات هذول والرب يبارككم. الرب يباركك. ثانك يو ثانك يو. ربنا يحرسك ويباركك أخ وسام. شكرا شكرا. خلينا دائما نسمع صوتك. ثانك يو الرب يسوع معك. عندنا اتصال ثاني الاراميه تفضلوا. الو سلام المسيح معكم. نيران من نيوزيلند. هلا واخت نيران. نيران دائما ختامها مسك. ما لحق على البرنامج سو عندي كورس بدي ارجع بس ربع ساعه الاخيره. دائما ختامها مسك نيران. تسلم شكرا. بس السؤال من رساله بولس إلى تيماوس رقم 1 الإصحاح 1:15 نعم والثاني إصحاح 4:9 4-9 هي صادقة هي الكلمة. آمين. وبس هذا لأن ما عندكم وقت أعرف. Thank you. Thank you أخت نيران. والهدية أتبرعها إذا طلعت لي أتبرعها لكم مرة ثانية. Thank you. مجرد مشاركة. آمين. Thank you أخت نيران. Thank you. زين خوش يعني إجانا تبرع بالهدية. إلي أشكرك أخت نيران. ثانك يو صدقي ما قصرت. أنت تأخذها يوم وأنا أخذها يوم. ما يخالف. أنت صبحة وأنا صبحة. نيران أخت نادية أستراليا كلمة أخيرة شو تحبين تقولين؟
الأحلى شيء هو وحده محبوبي مات ومحى كل ذنوبي. كلمة الرب تقول لي أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فكم إلهنا عظيم، وسمعنا كم كان قاسيا موت الصليب من أجلي ومن أجلك. إجا دفع أغلى ما عنده اللي هو حياته ودمه من أجل أن يغطي عيوبي ويستر آثامي ويخلصني من خطيتي اللي أنا عايشة فيها. ففي هذا اليوم أقول لك تعال إلى الرب يسوع المسيح، تعال وسلم حياتك، لأنه هو وحده محبوبنا، وليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم ربنا يسوع المسيح. آمين آمين أخوي يا خالد. آمين. يعني الرب يباركم، كلام حلو عن الرب يسوع المسيح، ماكو أحلى منه صدقني، ماكو أحلى منه مسام. وهذا همين تشجيع للمشاهد أنه يكون مثل الابن اللي ترك أبوه وراح إلى الكورة البعيدة، أنه أرجع إلى نفسي وأقول أرجع إلى أبي، أرجع إلى أبي وأقول له أخطأت، أخطأت يا رب. قد حلوة أنه أنا أقول أخطأت وأرجع إلى أبي وأقول له يا رب أخطأت، أخطأت إليه قدامك قدام السماء، فاقبلني. والرب راح يكون فاتح إيده ويطلع يركض إليك. الرب بمحبته العظيمة راح ياخذك ويقبلك، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب. هذا اليوم نفرح السماء، والناس تجي للرب يسوع المسيح، والخطاة كلهم يقبلون الرب يسوع المسيح سيد ومخلص على حياة. آمين. يا ريت لو تصلينا من أجل طلبات، وهديل تطلب صلاة إلى كل واحد مريض ويحتاج إلى صلاة. وأيضا شكرا يا وسن، أيضا تقول رب يبارك بكم، ونشكر ربنا يسوع المسيح على كل شيء. Thank you يا وسن، الرب يباركك والرب يبارك كل واحد شاهدنا وده يظل يشاهدنا، ونريد نسمع أصواتكم كلكم الأسبوع القادم. يعني بالفعل تشجعونا وتفرحونا من نسمع هاي الاتصالات المعزية والمباركة، وكلنا نتشارك في شخص المسيح نتحدث ونتكلم فيه كل أسبوع. أخت نادي، أول شيء منو اللي فاز ويانا؟ بعدين يلا نصلي، بعدين نصلي يعني وبعدين أول مرة نشوف منو اللي يس أسحبها أني؟ يلا وإن شاء الله راح أطلع أخ عيسى، إن شاء الله راح أطلع أخ عيسى. تفضلي أخت نادي أقرأ الاسم. عيسى. أخ عيسى أنت غلط. عيسى ربح من أستراليا. أخ عيسى اتصل وقال أنا أتبرع بالهدية. في كل الزين. هاي لك راحة. حبيبي ربي يباركك. بس يا ريت اخوي سام نادية تقرأنا الشواهد. الشواهد يس 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 اكيد اكيد. اللي جتي في تيموثاوس الاولى الاصحاح الاول 15 تقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. وأيضا من تيموثاوس الأولى الأصحاح الثالث والعدد الأول صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. ومن تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع والعدد التاسع تقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. وأيضا تيموثاوس الثانية الأصحاح الثاني والعدد الحادي عشر صادقة هي الكلمة إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. وتيطس 3:8 صادقة هي الكلمة وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس ولإلهنا كل المجد. طبعا أنا أشكر كل اللي اتصلوا واللي شاركوا، والكل شارك والكل كانت الأجوبة صحيحة، فالرب يبارككم. وإحنا اليوم استمتعنا معاكم في هذا المساء، وأكيد أخويا وسام رح يرنم لنا يس يا كرنمة موطني يعني ننهي بيها برنامجنا، لكن صلاة بسيطة إلى كل المشاهدين في هذا الوقت. بس قبل ما أصلي جتيني طلبة صلاة من العراق لسمارة حسام ستو، سوت عملية إنه الرب يشفيها. وأيضا نغم ونائلة وسيسيل أيضا من العراق، وأم فرانك من أجلها ومن أجل أحفادها وأولادها. آمين يا رب.
يا ربي كم نشكرك ونحمدك يا سيدنا الرب. يا ربي نضع هذه الأسماء بين إيديك يا رب. لكل إنسان اتصل يا سيدنا الرب، وكل إنسان شاهدنا، وكل إنسان مريض وضعيف ومتألم يا سيدنا الرب، أنت قلت أنا هو شافيك، وإحنا واثقين يا رب. نتكلم عن صدق الكلمة، أقول صادقة هي الكلمة، وإحنا واثقين إنه أنت هو شافينا، أنت هو شافينا من أمراضنا، أنا هو معزيك، أنت هو معزينا يا سيدنا الرب، أنت هو قوتنا، أنت هو نصرتنا، أنت هو حصننا. أنت قلت لإبراهيم أنا ترس لك، وأنت تقول لكل واحد من عندنا الآن أنا ترس لك. أنت قلت لدانيال أيها الرجل المحبوب، وأنت تقول لي ولكل واحد من عندنا وللمشاهدين أيها الأخت أيها الأخ أيها الرجل أيها المرأة المحبوبة، لأن كلتنا محبوبين يا رب على قلبك يا سيدنا الرب. يا من أعطيتنا عطية العطايا ربنا يسوع المسيح، وذهبت إلى الصليب حتى تعطينا حياة يا رب، وتريد يا رب جميع الناس يا سيدنا الرب يخلصوا وما يهلك ولا واحد يا رب، والجميع يقبلون إلى التوبة. ونحن يا رب نشجع الجميع حتى يجون إلى التوبة، وكنت ردت يا رب إنه الكل يا سيدنا الرب يسجدون، والكل يرفعون اسمك ويعظموك يا سيدنا رب، حتى يفرح قلبك يا رب وتفرح الملائكة بخاطي واحد يتوب يا رب. بارك يا رب لكل اللي طلبوا الصلوات إذا كانوا يا رب على الهوى، وإذا كانوا على المسجات، وإذا كانوا على الفيسبوك يا رب. أنت تملأ بيوتنا خير وبركة، وتملأ بيوتنا فرح وسلام، تملأ بيوتنا صحة وعافية، وتسدد كل احتياج حسب غناك في المجد. وتختم على هذا البرنامج يا رب، نرنم لك يا رب بختم من روحك القدوس يا رب، وتكمل عملك الصالح يا رب إلى ذاك اليوم الذي تأتي فيه، أن يكون هذا البرنامج برنامج مبارك، وكل برامج الآرامية يا رب وكل أخوة الخادمين في الآرامية لتمجيد اسمك الطيب الحسن، باسم ربنا يسوع المسيح نصلي لك فيه مع روحك القدوس كل كرامة ومجد. آمين آمين آمين. ثانك يو أخ خالد، ثانك يو أخت نادية، ثانك يو ريان. موعدنا وياكم مشاهدينا الأسبوع القادم، راح نختم بآخر ترنيمة، والمخرج مباشرة يختم وراها. نترككم مع هذه الترنيمة اللي طلبوها من أجل العراق وشعب الموصل، واللي دعاني شعبنا في العراق والموصل خصوصا. خلونا نرنمها هذه الترنيمة ونرفعها كصلاة إلى شعبنا ووطننا في العراق. يا الله
تنهي ظل عراق، تنهي ظل عراق من جديد.